قال ابو مالك رحمه الله تعالى: وهذا لكم من السابقه. بسم الله، لا نرجع قليلا. بسم الله قال رحمه الله: واحكم بتاصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلامي. سمسم لا بد ان نقدر ان حروف جميع الاصول لا بد من اصاله احد المكررين تكميلا لباقي الاصول. الاسم العربي والفعل العربي في اصل لا يقل عن ثلاثه، اذا ليس احدهما افضل من الاخر، بل نحكم بان الجميع اصول وان وزنها فعل. والخلف في كلام لم لم اذا اعتبرنا انه لم لم مادة ولم مادة فنقول لم لم كلها اصول، ويقول لم لم هي لم فنقول ان اللام الثانيه زائده. وكذلك كفكف وزلزل ودمدم وصلصل كلها هكذا. ثم قال: فألف أكثر من أصلين صاحب زائد، ألف إذا صاحب أكثر من أصلين فهو زائد، إذا ذلك قائم ألف زائدة، بخلاف رمى صاحب أصلين وعصى صاحب أصلين، وكذلك قال وباع وفتى كل أصلين. تزاد الألف ثانية ولا تزاد أولى، ولبعضهم ولا تزاد في الأوائل ألف هي للتسكين حتما قد ألف، والعرب لا زال بساكن. تزاد ثانية نحو صالح وثالثة كتاب ورابعة كانطلاق رابعة وخامسة كاستخراج. قالوا سادسة كأربعة ومع قوله فألف أكثر من أصلين صحابة زائد. طيب والياء كذا والواو، الياء والواو مثل الألف، إذا صاحبة أصلين فهما أصلان كصوت وبيت، وإن صاحب ثلاثة أصلية فقط عنهما زائدان. مثال ذلك في الميم الياء كذا الياء يا من القضيب يا زائدة قطعا صاحبة ثلاثة أصول، والواو من العجوز زائدة صاحبة ثلاثة أصول، وإن صاحبة أصلين وثالث يحتمل الأصالة والزيادة، فإن كان محتمل همزة متقدمة أو واو متقدمة حكم بزيادتها وأصالتها، كما هو في مزود صاحب الأصلين، وثالث هو الميم محتمل الأصالة وعدمها، فطالما الميم متقدمة فهي زائدة والواو أصل مزود، هو حقيقة من زائدة أصل عين الكلمة. وكذلك أيدع مصدر همزة تحتمل الأصالة والزيادة، والياء تحتمل، فنحكم بزيادة الهمزة ونقول أيدع الياء فيها أصيلة. والياء كذا تزاد الياء أولى كيلمع سراب، وثانية كضيرب، وثالثة كقضيب، ورابعة كحذرية قطعة من الأرض المرتفعة حذرية، وخامسة كسلحفية سلحفاة قالوا، وسادسة كمغناطيس قال بعضهم، وسابعة كخنزوانية اسم للتكبر. الواو لا تزاد أولى، لو زيت الأولى ودخلت باب العطف يصير له هكذا واو واو. قالوا هذا يشبه نباح الكلاب وتجنبت العرب واو. إذا تزاد ثانية كجوهر، وتزاد ثالثة عجوز، ورابعة كعرقوة، وخامسة قلنا لو زيدت أولى إذا كانت في فعل وكل أمره قد يبنى المجهول ويبني المجهول. الواو إذا كانت في أول كلمة مضمومة ومكسورة يجوز إبداله همزة، فتبدل أن تقول أكل، لو أنه مبني المجهول من أكل. وإذا زيدت مكسورة باسم قد يكسر
قد يصغر قد يصغر إذا صغر ضم أوله وهو مقرر فيبدله همزة يا قادس إذا تركوا زيادة أنا قلت وليا كذا والواو إن لم يقع يوقع كيؤيؤ هذا مثل السمسم لا بد من أصالة أحد المكررين تكمل لأقل أصول الكلمة وليس أحد ما بأولى فنحكم من جميع أصول واو عصوا فكذا هي أصول ماذا همز الهمز والميم سبق إذا سبق ثلاثة مقطوعا بأصالتها فهما زائدان همزة كأحمر والميم كمسجد إن صاحب أصلين فأصلان أصلان كمهد مهد ميم والميم والهمزة ميم وأكل أكل صاحب أصلين وإن صاحب أكثر من ثلاثة قد لا قد لا يكون أصلين مثل إصطبل ومرد ومزجوش ومرض قوش فارسية فارسية وكذلك إلى صاحبا ثلاثة ليست أصولا مثل معزى معزى ومكان صاحبا ثلاثة لكن ليست أصولا معزى لأنه فيها الحاق زائدة ومكان مكان 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 الميم هنا زائد من كان يكون هي صاحبة ثلاثة ليست مقطوعا بأصالتها فهما أصلا ليس زائدين مكان صاحبة ثلاثة أصول فهي زائد هنا زائد ومعزى مزاء أصل هي صاحبة صاحبة أصلين وذلك ليس أصلا